السلام عليكم ورحمة الله. برحب في الصف السابع في مادة التاريخ مع المعلمة مروة قاسم. اليوم نتحدث عن الدرس الرابع، درس العمارة في الدولة الأموية. تحدثنا في دروس سابقة عن الدولة الأموية من مجموعة من النواحي، ناحية حياتهم الاقتصادية، حياتهم الاجتماعية، وأهم العلوم الدينية والتطبيقية الموجودة في الدولة. واليوم نتحدث عن العمارة اللي هي تقسم إلى مساجد، مدن، وقصور. بداية إحنا هلا في صفحة 33، في بداية الصفحة في عنا فقرة صغيرة جدا بتتحدث عن علاقة بناء المساجد والمدن والقصور بالوضع الاقتصادي للمجتمع الإسلامي. بحكولنا البناء الأموي تأثر بالوضع الاقتصادي للمجتمع الإسلامي، هاي نقطة جدا مهمة في بداية الدرس. هلا نبدأ بالمساجد ثم المدن ثم القصور. رح نعطي مجموعة صور لمجموعة من الأبنية أو العمارة الموجودة في الدولة الأموية. بداية رح ناخذ المساجد الأموية، وقديما اهتموا بالمساجد، وفي عندي مجموعة من المساجد التي لم يقم الأمويين ببنائها بل بنيت قديما وهم قاموا بتجديدها وتزيينها، مثل المسجد الأموي في المدينة، المسجد الأقصى في القدس، مسجد مدينة البصرة في العراق، ومسجد مدينة الفسطاط في مصر. هي أهم المساجد التي قاموا بتجديدها وتزيينها. هلأ في عندي شرح للمسجد الأموي في صفحة 34. هذا المسجد النبوي، عفوا المسجد النبوي، لم يقوموا ببنائه بل قاموا بتوسيعه. المسجد الأموي في المدينة في عهد الوليد بن عبد الملك قام بأمر عمر بن عبد العزيز بتوسيع المسجد النبوي وزيادة المسجد من جهة حجرات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي فكرة أولى للمسجد. الفكرة اثنين، جدرانه كان فيها فسيفساء ورخام، وكان له يعني طابع معين من البناء. هلا ننتقل إلى المساجد في الدولة الأموية التي قام الأمويين ببنائها. أول مسجد قاموا ببنائه هو مسجد قبة الصخرة المشرفة، واللي موجود في الصورة، والموجود أيضا في صفحة الكتاب صفحة 34، هو نفس المسجد مع اختلاف زاوية التصوير. المسجد القبة الصخرة موجود في القدس في فلسطين، وهو أهم المساجد التي تم إنشائها في العهد الأموي. بني تم بناؤه في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، وأشرف على بناء مجموعة من الصناع والحرفيين. ومن مميزاته شكله أو شكل البناء مثمن. تاني شغلي كان ملبس بالرخام والفسيفساء، وأيضا القبة كانت مغطى بالخشب والنحاس، الخشب الملبس بالنحاس. إذا نقاطه أهم المساجد التي بناها الأمويين. اثنين، بني في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. وثلاث، كان في له ميزات في البناء. الميزة الأولى كان شكله مثمن، كان ملبس بالرخام والفسيفساء، والقبة كانت مغطاة بالخشب الملبس بالنحاس. في عندي هل تعلم بنفس الصفحة صفحة 34 بالمربع الأزرق بتحدث في عن المسجد الأقصى، عشان نعرف شو هو المسجد الأقصى وشو هي قبة الصخرة. هلا المسجد الأقصى هو ما دار عليه السور من أرض، مساحة الأرض اللي بالشكل الثاني، هاي هي مساحة الأرض اللي باللون الأصفر. تسمى كل المنطقة اللي باللون الأصفر منطقة المسجد الأقصى المبارك، 144 دونم. في داخلها الأبنية والمحاريب والساحات، في داخلها قبة الصخرة اللي هي موجودة هون في الشكل اللي حكينا عنه قبل قليل، والمسجد الجامع القبلي، وكل المنطقة في المربع أو المستطيل الأصفر تسمى المسجد الأقصى. هذا هو أول مسجد تم بناؤه في العهد الأموي. ننتقل إلى المسجد الثاني اللي هو مسجد الجامع الأموي بدمشق.
الجامع الأموي في دمشق، بني في عهد الملك الوليد بن عبد الملك. بني في عهد الوليد بن عبد الملك، بناؤه استغرق 10 سنوات. كان من مميزات البناء فيه زخارف، كتابات كوفية، وفيه فسيفساء ملونة. لفسيفساء تعبر عن مظاهر طبيعية قديمة دمشقية، صورة للمسجد أو الجامع الأموي في دمشق. هلا بتحدثوا في المربع الأزرق في صفحة 35 في نص صفحة الجامع الأموي عن الخليفة الوليد بن عبد الملك. ليش نزلنا على طول على هاي الفقرة؟ لأنها تابعة للجامع الأموي في دمشق، لأن الوليد بن عبد الملك هو اللي بنى الجامع الأموي. الخليفة الوليد بن عبد الملك له ميزات، هو أشهر الخلفاء الأمويين. اهتماماته العمارة وفني البناء مثل بناء المساجد والقصور الصحراوية، واثنين إنشاء الطرق وحفر الآبار على طريق الحج. إذا هاي اهتمامات الوليد بن عبد الملك، هو أشهر الخلفاء الأمويين، اهتم بالعمارة وفني البناء مثل المساجد والقصور الصحراوية. اثنين قام بإنشاء الطرق وحفر الآبار على طرق الحج. هاي هي اهتمامات الوليد بن عبد الملك باني الجامع الأموي. وهي الصورة للجامع الأموي، برجع بحكي في عندي الصورة في الكتاب صفحة 35 أيضا للجامع الأموي من الداخل. هلا في عندي فقرة بصفحة 35 أسفل فقرة الجامع الأموي، اللي هي هاي الفقرة الموجودة هون، اللي هي بتتحدث عن جوامع أخرى غير الجامع، قبة الصخرة والمسجد النبوي، اللي هم يعني بقدر أحكي إنه 1 قبة صخرة، 2 الجامع الأموي، والثلاثة مسجد مدينة القيروان ومسجد الزيتونة في تونس. هذا يطلع رقم 3 مسجد مدينة القيروان، و4 مسجد الزيتونة، و2 موجودين في تونس. وفي عندي 4 المسجد الجامع بواسط في العراق. هاد 5، 3 مسجد مدينة القيروان، 4 مسجد الزيتونة، و5 مسجد الجامع بواسط في العراق. هاي صورة لمسجد القيروان، وهاي صورة لمسجد الزيتونة. هيك بنكون أخذنا جميع الجوامع أو المساجد التي بنيت في العهد الأموي، الجوامع الرئيسية. ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني في الدرس، اللي هو المدن. إحنا برضو بصفحة 35 هاي تقديم لي الموضوع المدن. هلا أهم مدينة كانت موجودة في الدولة الأموية هي مدينة دمشق. هلا مدينة دمشق ليش اهتموا فيها؟ لأنها كانت مقر، قديما كانت مقر للحكام الروم، لما كانت دولة المنطقة تحت حكم الرومان. ولما جاءت الدولة الأموية أصبحت أو أصبح مركز خلافتهم في دمشق. سميت بحاضرة الدولة الأموية في خلافة معاوية بن أبي سفيان. حاضرة الدولة الأموية هي مركز الدولة، عاصمة الدولة. خلافة معاوية بن أبي سفيان اللي هو أول خليفة للدولة الأموية. ميزات المدينة أنها كانت محصنة ب7 أبواب. هلا هيك بننتقل للصفحة 36 اللي هي تابعة للمدن. بتحدثوا في صفحة 36 عن، خلينا نكبر الشكل، بتحدثوا فيها عن المدينة في أيام الخليفة معاوية. كان بنى فيها قصر الخضراء، معاوية بنى قصر الخضراء في دمشق. كان له ميزات قصر الخضراء، اللي هي قصر الخضراء اشتهر به كثرة الينابيع والأنهار والنوافير فيها، فكان لكل بيت نافورة خاصة فيها. تمام؟ إذا كان الخليفة معاوية قام ببناء قصر الخضراء، ميزاته كثرة الينابيع والأنهار والنوافير، فكان لكل بيت نافورة قديما. وكان في عندي طبعا السبب لوجود قنوات 7 موجودة في المدينة تأتي من نهر يسمى نهر بردة. إذا سبب وجود النوافير توفر المياه. سبب وجود النوافير في جميع المنازل أو البيوت الأموية القديمة هو توفر المياه.
ناتي الآن ل أهم المدن في عند الأمويين. في عندي تحت فسر، تحت فسر بنى الأمويين مدن لتكون معسكرات للجند. هاي معلومة غير معلومة دمشق وأهميتها وأهمية منازلها. في عندي مدن قاموا ببنائها كانت فقط معسكرات للجند، وكانوا بيقوموا بوضعها في مكان محصن تتوفر فيه المياه والنظافة ونظافة الهواء فيها. هلا نيجي لأهم المدن الموجودة في عند الأمويين، هم مدينتين مش واضح هيك. مدينة القيروان موجود احنا في صفحة 36. القيروان بناها عقبة بن نافع، و سبب بناها ليقيم فيها الجند المسلمين، هذا سبب البناء. ما سبب بناء مدينة القيروان، أو لماذا قام عقبة بن نافع ببناء مدينة القيروان؟ ليقيم فيها جند المسلمين، فاختارها بعيدة عن البحر لتأمينهم من غارات الروم. اختارها بعيدة عن البحر لتأمين غارات الروم. أسس فيها دار الإمارة والمسجد الجامع. هلا المدينة الثانية اللي هي مدينة واسط اللي حكينا عنها قبل قليل، اللي هي موجودة في العراق، بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، وسبب بنائها مركز للجيش. سميت بذلك الاسم واسط لموقعها المتوسط بين الأهواز والبصرة والكوفة. سبب تسميتها بواسط لأنها تقع بين الأهواز من جهة والبصرة والكوفة من جهة أخرى. بني فيها، قام الحجاج ببناء قصر، مسجد جامع، دار إمارة وأسواق. بيعتبروا هاي المدينة مميزة وبيبنوا فيها جميع أجزاء المدينة من قصر ومسجد وأسواق وغيرهم. كان الناس يهتمون بالذهاب إلى واسط للتنزه ولكثرة البساتين. إذا هذه المدن في صفحة 36 هي مدن كانت معسكرات للجند، مثل القيروان وواسط. قيروان في تونس وواسط في العراق. في عندي صور هون مدينة واسط في العراق، جميلة صورتين لمدينة واسط. ننتقل الآن إلى الجزء الأخير من الدرس اللي هو القصور، قصور الأموية. في عندي صور، الصورة الأولى لقصري الحير الغربي، والصور اللي تحت كلها لقصر هشام في أريحة. طبعا جزء من هذا القصر مهدم، لكن مصورين من كذا جهة من القصر. هلا في عندي سبب لبناء القصور في بداية الصفحة 37. في سبب لبناء القصور، أول سبب الصيد والاستجمام، هي مكتوب هنا. أنشئ العديد من القصور الصحراوية من أجل صيد والاستجمام، بحث عن الهواء النقي، طلبا للهدوء والراحة. هاي ثلاث أسباب ل بناء القصور الصحراوية في العهد الأموي. أول قصر هو قصر الحير الغربي والشرقي، أو قصر الحير الغربي والشرقي، قصرين. في جزء من هاي القصور، يعني أجزاء من القصور هاي، اثنين مهدمين موجودين في سوريا في البادية السورية، بناهما هشام بن عبد الملك. ميزاتهم أبراج على الأسوار، كثرة الزخارف والرسوم والأشكال الهندسية والنباتية الموجودة. هاي الأبراج على الأسوار، واحد كثرة الزخارف والرسوم والأشكال الهندسية والنباتية الموجودة. نيجي اثنين لقصر هشام في أريحة. قصر هشام في أريحة بناه هشام بن عبد الملك، يقع في مدينة أريحة اللي هي موجودة في فلسطين. ميزاتها زخارف فنية، مجسمات لكائنات حية، وأرضيات فسيفسائية. زخارف، مجسمات لكائنات حية، وأرضيات فسيفسائية، هي ميزات قصر هشام. هيك بنكون أنهينا درسنا لليوم. حكينا فيه عن أهم المساجد والمدن والقصور الموجودة في العهد الأموي.
بتمنى تتابعوا دروسكم أول بأول عشان ما يصير في عندنا مشكلة وخربطة ونسيان، وتحفظوا أول بأول. هلا في عندي بصفحة 38 و39 و40 أسئلة، صفحة 38 أسئلة درس العمارة، و39 و40 أسئلة الوحدة ككل. هلا صفحة 38 بدنا نحل سؤال 2، نحدد مع بعض سؤال 2 نحله على الدفتر. صفحة 39 بدنا نحل سؤال 2 على الكتاب اللي هو من الفراغ، بدنا نحل سؤال 3 على الدفتر، سؤال 4 على الدفتر، وبدنا نحل بصفحة 40 سؤال 5 على الكتاب لأنه جدول بعيد. سؤال 2 صفحة 38، سؤال 3 و2 و3 و4 صفحة 39، وسؤال 5 صفحة 40. بتمنى نحل الأسئلة عشان نضل متابعين أول بأول، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم.